السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف غادي نتقاسم معكم حلوة اللي كتجي غزالة هذه المعلكة ديال الكوكو فعلا كتجي غزالة وكتجي معلكة من الداخل غادي نشوفوا أهم النصائح باش تجينا مشقة من الفوق كتجي معلكة من الداخل وغادي نشوفوا سر لونها اللي كيكون غامق من الداخل بإضافة واحد المكون كيعطيها لذة مذاق كيف قلت اهم النصائح باش نحصلوا على معلكه اللي كتكون مشقه من الفوق وكتكون معلكه من الداخل يلا نبداو على بركه الله في الطريقه والمراحل ديال تحضير هذه الحلوة هذه اللي كلشي كيبغيها والمكونات ديالها بسيطه في المتناول كيف تعودتوا معايا دائما واكيد ناجحه كيف كتشوفوا معايا بالنسبه للمكونات المكون الرئيسي اللي هو الكاوكاو هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو الكاوكاو البل... البلدي عفوا اللي كيكون بالقشره ديالو من الاحسن ناخذ الكاوكاو البلدي اللي كيكون بالقشره ديالو كنقيه كنحيد له فيه شي حاجه من بعد كندخلو للفران كيتحمر كنحيد له البعض من القشره وكنطحنو غادي نوريكم النوع ديال الكاوكاو اللي خدمت به هنايا يعني عندي تقريبا ما بين 200 حتى ل 250 غرام ديال الكوك او لا جوز الهند لان غادي يبقى على حسب نوعيه جوز الهند بعض المرات كيكون ناشف بعض المرات كيكون فيه لدم او لا ميدوم غادي نحتاجو هنا عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو المر كيعطينا واحد المذاق واللون غزال لهذه هاد الحلوه هادي كاس ديال زيت نباتيه كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات ما كنعمروش بزاف كننقص منه شويه اربعه الحبات ديال البيض وعندي جوج معالق كبار ديال المربى المربى اللي خاص بالحلويات كيعطينا تعليكه لهاد الحلوه هادي قبيص الملحه نسمت هاد الحلوه هادي انا اولا عطيتها نسمة ديال السكر منسم بزهره البرتقال ممكن انكم ديرو سكر فانيلا عندي جوج اكياس من الخميره كيماويه او بيكين باودر وهذا هو الكاوكاو اللي خدمت به انا البلدي هذا الصغيور هذا كيف قلت كان الفران كان قشر شوية اللي تحيد ليا هو هداك واللي بقى ماشي مشكل وكان طحنو غير ما الكوش بزاف الكوكو هنا يا في البول او لا في القصرية فاش ما غادي نتخدمو هاد الحلوة هادي كان البيض هو الأول غادي نضيف عليه السكر كيف قلت كاس ما معمراهش ما ملاش لان كنبغي نقص شويه الحلاوه لان تكون في السكر الثقيل خبيص هاد الملحه لتصحيح الذوق ضروري منها كاس ديال الزيت هنايا انا خدمتهم بهاد الخلاط هذا البرا كيف ما يمكن لكم تخدموه غير بالفوي يعني غير بالفوي حتى يندمجوا مع بعضياتهم او لا ممكن يكون غير باليد ديالكم غير معكوهم زيان حتى كيدوب كي لينا السكر مع الزيت ومع البيض هنا غادي نضيف هاد جوج معالق كبارين ديال المربى خاص بالحلويات من الاحسن يكون سائل هنا كان عندي فيه واحد القطاع ولكن ماشي باينين بزاف يعني ماشي مشكل كيف كنقولوا دايزه <applause> هنا هذا الكيس ديال السكر مناسب بالفانيلا عفوا زهره البرتقال كيكون مجهد وكتكون فيه كميه كبيره لهذا ما غاديش نضيفه بزاف كنضيف منه غير شويه يعني هذا الكيس كنخدم به انا على مراحل وهنا غادي نضيف كيس ديال الكاكاو المر كيف ما يمكن لكم ديرو معلقه كبيره ديال الكاكاو المر دائما كنأكد على الكاكاو المر يكون نوعيه مزيانه ما تاخذوش اللون اللون اللي كيكون غالق راه كيعطينا غير المروره وكينشف لينا الحلوه كيف ما بغات تكون سواء هاد الغريبه او لا الكيك او لا الحلويات بصفه عامه نخدمه بالكاكاو المر اللي زوين هاد الاضافه ديال الكاكاو كتعطيها اللون اللي كيكون غالق من الداخل بالاضافه الكاكاو, الكاكاو مع الكاوكاو كيتواتاو كتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين جنس المكونات مع بعضياتهم بالفوي وهنا غادي نضيف الكاوكاو انا عندي غير الكوكا والكاكاو يعني كل شيء غادي في نفس السياق معليش المهم غادي نخدم الكل باليد ديالي وكنحاول انني نحل الحبيبات ديال الكاوكاو لان كان كنطحنهم كيديروا لنا بحال واحد الكوب آه يعني الحبات هكيا نحاول انني نفكهم بيديا مزيان كيف كتشوفوا معايا ولا في القصريه نمعكوها بالكف ديال يدينا حتى كيتحلوا لينا دوك الحبيبات بالنسبه الكوك او لا جوز الهند ردوا البال ما تضيفوش الكميه كامله سواء 200 غرام او لا 250 غرام كتحطوها على جنب كتبقاو تضيفوا شويه بشويه وانتم كتخلطوا حيت كاين الكوك آه عفوا الكوك اللي كيكون ناشف انا بالنسبه ليا ما غاديش تاخذ ليا 250 غرام يعني غادي نحبس اقل من يعني غادي تاخذ ليا 200 غرام وكتبقى على حسب عود حجم البيض الا كان حجم البيض كبير غادي نضيف هنايا الخميره كيماويه او لا بيكين باودر وحنا يدينا هي اللي غادي تعطينا العبار منين نشوفوا العجين ديالنا ما كيلتصقش يعني العجين اللي هو يا مجموعو في نفس الوقت ماشي خفيف وماشي قاصح خاصو يبقى كيتعلق دائما كان أكد على اننا كنقيسوا العجينه ديالنا باليد اللي كتكون ناشفه ماشي اليد اللي كتكون في وسط من العجين هذيك اليد اللي في العجين دائما غنحسوا بان الحاجه باللي راها مازال خفيفه او لا كتلتصق لا اللي كتعطينا العبار هي اليد الناشفه كان معك مزيان باش هكا كنخرج الدهون اللي كاينه في الكاوكاو واللي في جوز الهند صافي كي قلت كنتستي دائما الحلويات او لأي اي حاجه كنقلبوها باليد اللي كتكون ناشفه خصوصا الحلويات او البريوش يعني هذه قاعده نذكركم بها البنات صافي الخليط ديالي هو هذا يعني ماشي قاصح وفي نفس الوقت ماشي خفيف صافي غادي ناخذ سكر صقيل وغادي نغربلو يكون نوعيه جيده ضروري ناخذ نوعيه جيده الا بغينا الحلوه ديالنا ان تجينا فيها هذاك تشقق وضروري كنغربلها هكايا كنغربلوه باش منين نديرو فيه الحلوه ديالنا تجي على جنب عندي زلافه فيها شويه ديال ماء الزهر باش ندير فيها يعني ندهن بها اليدين ديالي العجينه ما كتلتصقش اولا الخليط ديالنا ديال الحلوه وكنبدا نشكل في كويرات على جنب عندي الطاوه دهنتها بزيت نباتيه كنبدا نشكل كويرات انا دائما ما كنعبرش الكويرات ديالي ديال الحلوه كيف كنقولوا عنا ميزاننا بغينا غريبه اللي كتكون كبيره الحجم راه حنا كنكبروا شويه الغريبه على محل في القياس يكون قياس معقول ودائما كندير واحد ربعه الحبات اولا خمسه الحبات هما الاولين كنحطهم باش ماشي ملي نديرو يدينا في السكر الثقيل نعاودو نرجعو يدينا للخليط ديال الحلوه بحال هكا كنحاول انني نعمرها كامله كيف كتشوفو معايا بالسكر الثقيل كندير حتى من الفوق حاولوا انكم تغبروها مزيان بالسكر الثقيل وهاد الحركه هذه اللي كتشوفوا معايا ديال الاصبع ديالي يعني كنضغط عليها واحد الضغطه خفيفه كانني كنعاونها انها تطرطق هذه ما تردوش انكم ديروها يعني بالراس ديال الأسبوع حاولوا انكم توقفوا الأسبوع ديالكم وانتم غادي تضغطوا عليها غير واحد الضغطه خفيفه كيف كتشوفوا معايا هكا كنعاونها انها تشقق ملي كتكون في الفران وضروري كننظفوا يدينا وعاد نعاودو نكملو ما تبقى يعني دائما نبقى نغسل يديا في السكر الا كان معنا العوين داكشي اللي بغينا ما كانش العوين عويننا مولانا كيف كنقولو ربي عوين الجميع يعني يدينا ما نديروهاش من السكر السقيل نديروها في الخليط ديال الحلوه صافي بقى هذا مستمره بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الحلوه كتخرج الخير والبركه يعني هذا القياس اللي خدمت معكم يعني نص كيلو ديال الكاوكاو في 200 غرام ديال الكوك اولا جوز الهند كيخرج الخير والبركه تقريبا جوج طاوات اولا جوج صينيات اللي كيكونوا ديال الفرن غازي كبار انا دائما ما كنحسبش الحبات ديال الحلوى كنبقى مستمره كيف شفتوا معايا وفي هاد الوقيته كنكون مشعله الفرن الفرن كيكون ساخن هذه هي الحلوه ديالي الأولى الطياب ديال هاد غريبه هذه اولا المعلكه بحالو بحال الطياب ديال البهله يعني العافيه غتكون عليها على الوجه ديالها يعني من الفوق العافيه تكون فوق منها ملي كيسخن الفران كنقص له درجه الحراره و دخل الطاوله ديالي دقائق من بعد غادي نحل عليها باش كنشوفوها ما تنساوش هاد الحركه كنعاود نذكركم بها يعني نحاولوا اننا نضغطوا بالاصبع ديالنا كيف كتشوفوا معايا والخليط ديال الحلوه اولا الحلوه ديالنا راها خفيفه غير كنضغط عليها كتحاول انها كيف كنقولوا تشقق صافي الحلوه ديالي بعد ما طابت وخرجتها من الفران كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف قلت دائما العافيه تكون على الوجه ديالها كنشوف هاد الطرطقات وكنهبطها تكمل الطي اولا كنطلعوها تكمل الطياب ديالها كتجي على هاد الشكل هذا كتجي مشقه كتجي معلكه ما تقيسوش فيها منين تخرجوها من الفران خليوها شويه على جنب حتى كترجع عليها يعني راكم عارفين بانها كتكون خفيفه كتجي غزاله كنتمنى كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال هذا النهار يكون ناس تحسانكم واكيد غادي نشوفوها كيفاش دايره من الداخل ما تبخلوش عليا بواحد اللايك للتشجيع ولا كانت اول زياره لكم للقناه تعجبكم محتوى القناه فضلا فعلوا الجرس بالطريقه الصحيحه باش توصلوا بجديد الوصفات والحلقات وكيف قلت غادي نشوفوها كيفاش دايره من الداخل غادي نشوفوا معايا كيفاش دايره كتجي معلكه كدوب في الفم يعني من بين الحلويات اللي كلشي كيبغيها في امان الله